شاء الله. خبر كمان هيكون مهم ومفيد جدا الحقيقه على المدى القريب وكمان على المدى البعيد. الخبر بيقول ان كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي قرر تشكيل لجنه لتطوير الاوضاع في القطاع وفقا للخطه اللي حددتها لجنه التخطيط للكره بالتنسيق مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. طبعا ده بيحصل بعد ما كانوا حصلت مناقشات ليها علاقه بسبل تطوير القطاع طوال الفتره الماضيه. طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي تعاقد مع الخبير التشيكي ميشيل بروكيتش كمدير فني للقطاع. ده شيء مفيد على المدى القريب. ليه؟ لان ده معناه ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله هنشوف عناصر مميزه ولافته للنظر هيتم تصعيدها للفريق الاول زي ما هو حاصل الفتره دي مع مصطفى شوبير والعربي بدر وغيرهم من اللاعبين. وعلى المدى البعيد طبعا هيكون برضو في استفاده تانية بان النادي الاهلي هيكون عنده قاعده مميزه ومتاسسه صح بالمعنى الحرفي، يعني ممكن ان شاء الله كمان كام سنه نلاقي الفريق كله بالاحتياطي من القطاع ده بالتحديد، ده طبعا غير انك هتلاقي ان القطاع ده بشكل او باخر يعني هيبقى كانه معمل تفريخ للعناصر الاحترافيه الواعده الفتره الجايه.